اعملوا على الهواء بس احنا ما رح ننتركن اكيد يعني. ما بنتركن لانه عملت تحت لعبه. ايه ايه ايه. طيب شو بدي اقول انا؟ بدي ابرم هيدي هلا هي، بس بدي افرجي المشاهدين هون شو عملت. هون عندي المشروم مع الريفايد بينز مع الجبنه حطيتهم، يعني صفيت لاير ورا لاير، وهون كمان خضره ريفايد بينز جبنه خضره هيك مشاهدينا بعمل كمان بشيلها بحطها بال تبسفاني بلا تصيره بوال هيك، وهيدي الجبنه هون لبينا حطها هون بهذا الشكل هيك وبطلع بحطها هون. مارون شو بدنا نطعميها اصلا؟ في نوعين كان هون هلا عندي نوعين. عندي وحده مشروم يلي بدنا نعطيها من الاثنين. نعطيها من الاثنين. طيب اعطيكي وحده مشروم وحده تشيكن. اما الصوصات، اما الصوصات هون في عندنا بتختاري بدك تختاري الريفرايد بينز، الريفرايد بينز، جواكامولي، ساور كريم، بيكو دي جايو. شو اسمه؟ هيدي بيكو دي جايو. دي جايو اللي هي صلصه. كمان استاف اعطيكي وحده بوحده بس قولها بسرعه. بيكو دي جايو. بيكو دي جايو. هيدي وحده تشيكن. ثانك يو. وحده مشروم. اكيد انتم بتنقوا اللي بدكم. هيدا الميكس تبع الدجاج والخضره مع بعض يا حوه. هيك بقي شوي. حطيتهم بالصحن، يعني حتى هدول فينا ناكلهم هيك مثل ما هن. فوالا. اذا على بالكم اصدقائي ولازم ناكل بالايدين. لحظه، المشروم اصدقائي متذوقين. ما بنحس انه فيجيتيريان. اوكي. سو الفكره كثير طيب. سوري مش قادر احكي. This is what we call comfort food. مش معقول. هلا هيدي اطيب شيء ناكلها بصراحه، المشروم خاصه انه هيني هيك. ميرسي مارون. تشاريزون. لندوق التشيكن كثير طيبين. فاجعه بحس التشيكن. زيست السيترون بالمشروم كثير انبليفبل. شو طيب؟ شو طيب؟ ما بدها شيء. هون كمان بقلبها بتكون اخذت لون يا حية على طول. فهمانتك حامضة بتعرف قد ما نحط ليمون قد ما اطيب حامض، بس برش الليمون دغري بيعطي النكهه يعني. يعني فينا دائما ندخل برش الليمون وين ما كان. ايه ستيفاني صح. لك لونها كيف صار مشاهدينا. البينز ما معقول شو بيطعمها دغري. ولا وبنكبسها كمان بهيدا الشكل لتاخذ بعضها تحيه وبرجع بكفي طبقه لحتى يطلعوا. ما افزع منهم، في اكبسهم هيك. ما فيك توقفي بس تبلشي. فوالا فوالا. هلا بتركن ينطبخوا. هودي طيبين كثير كمان لما بدنا ناكل. ناخذ ساور كريم. مارون هيك انا بحب اكلها هيك. سلم دييتك. ودييتك يا رب. بيكابو يا رب. هيك انا هيك بكون خلصت فقراتي لليوم. مشاهدينا برجع بشوفكم نهار الاثنين. ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي. وبترككم مع ريسيبي بكره، وبعدين بعد الوقفه رح تكونوا مع ديزاين.